اللقاء. نظمت الإدارة العامة للثقافة والإعلام بولاية القضارف احتفالية شرف لتكريم الشعراء من أبناء القضارف الذين تغنى بأغنياتهم كبار الفنانين، والأمسية جمع فيها كثير من المهتمين، وكذلك كان أسر الشعراء موجودين في هذه الاحتفائية وتكريمهم من قبل حكومة الولاية التي أعلنت عن تكلفتها بطباعة كل الكتب للشعراء الموجودين في هذه الاحتفائية وتوثيقا لهذا الشعر الرائع. الزميل محمد الفاتح كان شاهدا من خلال هذه الاحتفائية. الإبداع والوفاء قرينان لا ينفصلان، متى التقيا يملأان الساحة فنا وجمالا. في ذاكرة الشعب السوداني أغنيات خالدات حفرت عميقا في الويدان، تغنى بها الكبار من الفنانين، لكن يبقى القليل من الجيل الحاضر عالما بأن شعراءها من القضارف. الإدارة العامة للثقافة والإعلام بولاية القضارف أحيت حفلا في هذا الإطار تقديرا وعرفانا لأبناء القضارف من شعراء الأغنية السودانية. كل هذه التحيات والتبريكات نهديها لشعرانا شعراء القضارف الذين غنوا للقضارف وغنوا للسودان وغنوا لهم المغنون، وكذلك تحياتنا تمتد للمغنين نفسهم، منهم من انتقل ومنهم من هو موجود الآن، وهم غارة الفن وغارة كل هذا الحراك الثقافي. القضارف هي ليست قضارف الزراعة فقط، بل هي قضارف فيها كل أنواع الفنون من ظروبه المختلفة. الظروف يا حلوة دائما لعيون حلوة بتجيبنا، الظروف يا حلوة دائما لعيون حلوة بتجيبنا، يا رضا صبح الهم حبيبنا، يا رضا دليتنا لها والله صبح الهم حبيبنا. الاحتفائية التي ازدانت بحضور أسر الشعراء ومن بقي على قيد الحياة منهم، أمها نفر كثير تسابقوا في الحضور وفاءً، فكان المقترح بجمع وطباعة هذه الأغنيات وكانت الاستجابة حاضرة. الأسماء معروفة والفنانين الكبار معروفين، لكن الإعلام عنهم ضعيف، لا يذكروا من أين هم. نجد أنه الكابلي غنى لإبراهيم عوض بشير، غنى له سلمى وكثير غيره من الشعراء، عبد الواحد عبد الله يوسف، وهؤلاء نجد أنهم لهم أغنيات كثيرة تغنى بها عدد من الفنانين. أنا بفتكر أنه هذا المنتدى أو هذه الفعالية هي تنشيط لذاكرة المواطن السوداني عن القضارف وما فيها من شعراء وفنانين. تفاعل الحضور مع جميل الكلمات وحلو الألحان ومتعة الأداء غناء وموسيقى، فكرموا الشعراء وأسرهم، والتزمت حكومة الولاية بالرعاية وشجعت إدارة الثقافة على فعل المزيد. القضارف يا أخواننا في كل المجالات مبدع، كان في معروف الصحافة محمد الخليفة طه الريفي سلمابي، مجموعة من الناس زين موجودين في كل المجالات، في الطب في الرياضة في كل الحاجات. الليلة أنا يبدو لي ده واحدة من الإبداعات اللي كان إحنا ما شاعرين بها وهي الآن ظهرت قدامنا. نقول أخواننا في التربية والتوجيه، أخواننا في الثقافة، أخونا حمد الفاتح، ونحن الليلة جينا نهنيكم ونقول مبروك عليكم، يعني زي ما قال المغني، يعني الليلة جينا نقول لكم مبروك عليكم هذا الإبداع. وأنا عندي كلام قلته أنا تاني حاجة دارين نعملها، بس نجيب أولاد القضارف وفنانين القضارف دي. كانت ليلة عبقرية حركت الساكن ثقافيا وأحيت ذكرى مبدعين كانوا للنسيان أقرب، وأعادت بعضا من حقوق مسلوبة
وشاعت في ولاية الخير والعطاء أجواء من الفرح والآلة والضياء. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف.